نبي نسمع من الناس. دائما إذا سمعنا من الجمهور إحنا نرتقي ونقدر نقدم خدمة أحسن وأفضل. والله KGOC بعض الناس إذا صار مثلا سب الليل ضايق خلقهم يروحون الشغل. أنا لا والله أستمتع إن أروح أشتغل، أستمتع إن أروح أبدع وأنجز. يعني بصراحة شكرا أنكم يعني كنتوا معنا في البداية، شكرا لأنكم ضفتوا لنا شيء، والحمد لله على كل اللي وصلنا له الصراحة، وما زال بعد الجاي أجمل إن شاء الله. KGOC تخليني أحقق أهدافي، والإنسان اللي يحقق أهدافه يولد فيه شعور بالرضا، وأنا بالنسبة لي الشعور بالرضا هو أعظم شعور الإنسان يقدر يحس فيه. الشؤون التجارية يمكن إحنا إدارتنا أو مجموعتنا، للأمانة إحنا كلنا أخوان، أحسهم أخواني، ربعي، بيتي ثاني. KGOC جزء كبير من حياتي، اشتغلت فيها 15 سنة. تبون نعرف تفاصيل القصة؟ تعالوا معنا.